مساء الخير واهلا بحضراتكم معانا في من القاهره ومرآه عاكسه لكثير من الاحداث المهمه على كافه الاصعدة السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وايضا كافه المستويات المحليه والعربيه والعالميه بنتشارك مع حضراتكم من خلالها وبنتناولها بالمتابعه والتحليل في اكثر من محطه واكثر من فقره هتتواصل مع حضراتكم على مدار البرنامج من دلوقتي ولحد تقريبا ساعه ونص ونامل ان هي تحظى باعجاب حضراتكم باذن الله. نتوقف مع بعض هذه الأخبار اللي بالتأكيد بتنطوي على قدر كبير من الأهمية. وأول الأخبار عن تقرير سنوي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم عام 2018 ورد ربما مصر على ما تناوله هذا التقرير في كثير من زوايا من مغالطات وربما كثير من الأحاديث حول مدى مطابقة ما ورد فيه للمواصفات المتعارف عليها. المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية أشار بأن مصر لا تعترف بمثل هذه التقارير وأن هذا التقرير أغفل مواطن كثيرة بالغة الأهمية منها عدم تناول الجهود اللي بتقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بالإضافة إلى ملامح ومحاور أخرى وثيقة الصلة. هنتعرف على المزيد وقراءة لهذا التقرير وتوصيف ليه وربما ربطه بتقارير أخرى سابقة يعني انطوت على قدر أيضا من المغالطات والمجافاة للحقائق. بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صلاح سلام عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان. مساء الخير دكتور صلاح. مساء الخير، أنا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. في فرق بين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. بنتشرف بحضرتك، أهلا بيك مرة تانية دكتور. أهلا وسهلا بيك. قرأت حضرتك يا فندم للتقرير اللي صدر مؤخرا الخاص بحقوق الإنسان في مصر من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وكيف تنظر إلى هذا التقرير ومدى مطابقته للمواصفات والمعايير المتعارف عليها دوليا؟ بص حضرتك، التقرير الخارجية الأمريكية لم يختلف كثيرا عما وجدناه في جنيف، لأنه في طول الوقت هناك جماعات ضغط من جماعات الإخوان المسلمين وبعض الجمعيات والمنظمات اللي للأسف بيديرها بعض المصريين الذين يسمون نفسهم ليبراليين، هم بيحاولوا في كثير من الأمور تضخيم المشاكل وخلق يعني انتفاخ شديد لكل مشكلة صغيرة لحساب انه بيمول من جهة معينة فعايز يعمل شغل ويظهر ان هو بيقدم نتائج معينة. الحقيقة احنا شهدنا ندوات من هذا القبيل وحضرنا وشاركنا فيها وردينا ردود موضوعية. اللي عايز اقوله ان احنا ما ينفعش نقول للناس ولا حتى لدول العالم لا أصل التقرير ده مغلوط، أصل التقرير ده غير حرفي، أصل التقرير ده مش عارف ايه، أصل دول بيعادوا مصر. لابد من الرد بموضوعية، وإحنا عرفنا أنه في لجنة شكلت من مجلس الوزراء، في لجنة دائمة لحقوق الإنسان ولجنة عليا ومتشكلة من كل الوزارات في مصر، وعلى المفروض انها عندها بيانات ومعلومات وهكذا وتحت اشراف وزاره الخارجيه. لابد ان ما يرد مش المتحدث الرسمي باسم الخارجيه، الذي يرد هو اللجنه العليا لحقوق الانسان التي تم تشكيلها، على اساس انه يرد في تفنيد لكل يعني طرح على هذا. لما يقول في تعذيب ما نقولش انه ما فيش تعذيب واحنا مش عارف. لا، احنا عندنا حالات فردية، ما ندخلش في دائرة المفرغة من التكذيبات، لكن نعرف بحقيقة الأوضاع وبالجهد اللي بتبذله الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان بالظبط اللي بتعمله أنت اتجاه كل حاجة من دول والنتائج اللي وصلت لها وعملت ايه. مفيش حد في الدنيا بيقول ان مفيش دولة من دول العالم حققت حقوق الإنسان بالمعنى المطلوب والمعنى المفهوم والمعنى المرتجع حتى او اللي نفسنا فيه، ولا دولة عظمى ولا حتى في أكثر الدول ليبرالية. تمام، فكل الدول عندها مشاكل في حقوق الإنسان، ما ينفعش إن أنا أكذب كل التقارير، يبقى لازم أرد بموضوعية وأحط كل مشكلة في حجمها.
ودايما مدخلنا ومرجعيتنا احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بأي دولة، وتوصيف وزارة الخارجية لهذه التقارير بأنها مرسلة لا تستند إلى دلائل أو براهين أو إلى الموضوعية المنشودة في هذه النوعية من التقارير، خاصة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. بشكرك جزيل الشكر دكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. خبرنا تاني حقيقة عن الحراك اللي حاصل في مصر في مجال الغاز الطبيعي والثروات النفطية ومواجهة تحديات الطاقة كما ينبغي أن تكون. مصدر مسؤول بوزارة البترول قال إن الكشف اللي أعلنت عنه مؤخرا شركة إني الإيطالية تحديدا النهاردة بيقع في الطبقات العليا بعد عدم تحقيق كشف في الطبقة الكبيرة العميقة المستهدفة. وأضاف التقرير أنه بيجري تقييم التقديرات الخاصة بهذا الكشف، وأن الشركة الإيطالية أعلنت أنه لم يتم اختبار البئر نور واحد بالبحر المتوسط وأنه جاري إجراء تقييم لهذا الاكتشاف. الشركة أعلنت اليوم عن هذا الكشف الجديد للغاز اللي بالتأكيد هو في مرحلة التقييم في منطقة امتياز نور بالبحر المتوسط على بعد حوالي 50 كيلومتر شمال شبه جزيرة سيناء، والاكتشاف على عمق يبلغ 295 متر وعمقه الإجمالي تقريبا 5900 متر. الشركة أكدت أن هي لم تختبر هذا البئر الجديد لكنها تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة متعلقة به. إلى النشاط اللي بتقوم به وزارة التموين وتصريحات أخيرة من قبل القائمين على الوزارة أنه بيتم حاليا مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى 27 من الشهر الجاري شهر مارس. وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي قرر مد هذه الفترة، وبالتأكيد انطلاقا من حرص الوزارة على قيام المواطنين اللي ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأن هم غير مستحقين وفقا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم إن وجدت من هذه المعايير على موقع دعم مصر. وأضاف معالي الوزير أنه بيجري حاليا مراجعة كافة التظلمات اللي تقدم بها المواطنين حتى الآن مع الجهات المختصة، وتأكيد من قبل الوزارة أن لم يتم حذف أي مواطن أو إيقاف أي بطاقة في ضوء معايير لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الحالية، وأنه في حالة عدم تقديم المواطن تظلم أو في حالة رفض تظلم سيتم إيقاف صرف التموين عن البطاقة أو عن المستفيد الذي تطبق عليه المعايير مع استمرار صرف الخبز لهم. بالتأكيد الوزارة أهابت المواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات أو ادعاءات غير صحيحة من جانب بعض أصحاب المصالح. خبرنا المرة دي متعلق بوزارة الزراعة، والحقيقة هو خبر صار بكل المقاييس لأنه متعلق بسلعة مهمة وحيوية جدا بالنسبة للمواطن المصري، الأرز. زيادة مساحة زراعة الأرز في الموسم الجديد. الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد أنه تم التنسيق مع وزارة المائية الموارد المائية والري لزيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز خلال الموسم الزراعي الجديد، وأضاف أنه حيتم زراعة 724 ألف فدان بمياه النيل زي مساحة العام الماضي، و200 ألف فدان بالأصناف الجديدة القصيرة العمر والمتحملة للجفاف والملوحة بنفس كميات المياه اللي بتستهلكها الذرة الشامية، و150 ألف فدان وده بمياه الصرف الزراعي. وأضاف وزير الزراعة أن السياسة الزراعية المنتهجة من قبل الوزارة بتستهدف تعظيم الاستفادة من إنتاجية الأرض الزراعية والمياه من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية وقليلة الاستخدام للمياه بالنظر إلى المحدودية في الأراضي المتاحة وأيضا في الموارد المائية اللي في المتناول. نتوقف مع أهداف هذا القرار وأصداؤه الإيجابية، ومعايا للمزيد من المتابعة دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. أهلا بحضرتك يا فندم.
اهلا بحضرتك يا وزيره هيام، اهلا بحضرتك فندم. الحقيقه في تعويلات على القرار الاخير يا دكتور محمد بزياده مساحه المزروعه للارز، وبالتاكيد في كتير من الاجراءات اللي هتتخذ على خلفيه هذا القرار وليه كتير من المستهدفات. نتعرف على المزيد من خلال حضرتك يا فندم، اتفضل. الحقيقه فندم حضرتك تعلمي سياسه الزراعه المصريه حاليا هي بتقوم على الاستراتيجيه بتاعت الوزاره، بتقوم على الاستغلال الامثل وتحقيق اقصى انتاج من وحدتي الارض والمياه. فاحنا عندنا دلوقتي بالنسبه لموضوع الارز، كان السنه اللي فاتت كان المخطط للزراعه كان 724,000 فدان، دي كانت المساحه المستهدف زراعتها علشان المقنن المائي، لان كان عندنا مشكله في الارز ان هو كان بيستهلك شره لاستهلاك المياه، وبالتالي كان بيعمل لنا مشاكل في مدى توفر المياه، ومع طبعا نقص المياه، لان احنا النهارده بنتكلم في 55 مليار متر مكعب بيجي، احنا النهارده 100 مليون، قدام مش هنبقى عارفين كام مليون. حجم المياه بالنسبه للفرد اصبح المعدل اقل من الطبيعي، فبالتالي احنا كان دورنا كوزاره الزراعه ان احنا لابد ان احنا نبتكر ونبدا نشوف حلول تخرجنا من هذه الازمه لتوفير الغذاء للمصريين. فمركزنا البحثيه وعلمائنا ابتكروا او استنبطوا سلاله جديده من الارز قادرة على تحمل الجفاف وقصيرة العمر، وبالتالي بيكون معدل استهلاكها بيعادل معدل استهلاك الذرة في المياه، ده بالنسبة للمياه. كمان عندنا برضو مجموعة من الأصناف الأخرى، منهم صنف بيتحمل درجات الملوحة العالية أو الأملاح المعدنية العالية، فبالتالي احنا نقدر نستعملها، نقدر نستخدم هذه السلالة في الزراعة ببعض أنواع المياه اللي ما كناش نقدر نستعملها قبل كده في زراعة الأرز. بالتالي هذه المنظومة تقدر توفر لنا مساحة أكبر من الأرز أو من المساحات المزرعة بالأرز بدون استغلال حصة مائية أكبر من المتاحة لزراعة الأرز، فبالتالي ده هيحقق نتائج أكثر إيجابية، يوفر لنا محصول الأرز بشكل أكبر، بالتالي ده هيزيد العرض، لما يزيد العرض يبدأ يحدث يعني نوع من أنواع التحكم والسيطرة في الأسعار، وبطبيعة الحال هيقلل من فاتورة الاستيراد من الخارج. هو ده الهدف الاهم سيادتي، طبعا هو ده الهدف الاهم. بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. من وزاره الزراعه لايضا وزاره حيويه جدا وايضا هي تمس عن قرب المواطن المصري، وزاره الاسكان، والحقيقه عرض من قبلها بالعاصمه الاداريه الجديده والعالمين الجديده في معرض مبن 2019، أكبر معرض عقاري على مستوى العالم، هو بيقام حاليا بمدينة كان الفرنسية، فعالياته بتستمر من 12 وحتى 15 من مارس الجاري، يعني هو الحقيقة ممكن نقول أنه هو خلاص في أواخر هذه الفعاليات. الرئيس التنفيذي للمعرض الجناح المصري كريستوف شوب، بيرافقه المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمسؤولين المعنيين، وبالتأكيد جولة تفقدية تستحق الاهتمام، ومهم جدا يكون في استرشاد من كتير من النماذج الإيجابية في هذا الإطار. من ضمن ما في إطار تفقد كريستوف للجناح المصري، أشاد المسؤول بالمشروعات المصرية الكبرى المعروضة، وأكد أن المشاركة الأولى لمصر في المعرض هي مشاركة قوية جدا وتعبر عن أن القطاع العقاري في مصر يمر بمرحلة إنجاز. دايما بنتكلم عن القاهرة التاريخية وأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والموروث الثقافي، وخبرنا اللي جاي مع حضراتكم ليس بعيد عن هذا السياق. المنحة اليابانية لإحياء الحرف التقليدية في القاهرة التاريخية بقيمة 85,000 دولار. البيان الخاص بسفارة اليابان أكد أن قيمة هذه المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية بلغت أكثر من 85,000 دولار لمؤسسة نايل بالاس الخيرية بهدف إحياء الحرف التقليدية في القاهرة التاريخية من خلال الجمع بين الأساليب التقليدية والحديثة للحرف الخشبية عبر تقديم جهاز حديث للطباعة 3D ثلاثية الأبعاد. السفير الياباني بدوره أكد على أهمية قيمة الأصول غير الملموسة أو التقاليد، وأشار إلى مسألة مهمة جدا بتفرضها ظاهرة العولمة، بقدر ما مهم نحافظ على الهوية لكن يكون في انفتاح على الخبرات الأخرى وأهمية نقل المعرفة والرؤية عبر الأجيال.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان قامت بدعم حوالي 67 مشروع في مصر من خلال هذا البرنامج الخاص بالمنح. خطر المخدرات خطر داهم، والحقيقة هذا الملف مرتبط بالإرهاب وبالانحراف وبجرائم أخرى، ومهم جدا أنه هو لا يخرج عن إطاره. ومن الأشياء اللافتة الجهود اللي بتبذلها مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها الداخلية في هذا السياق، ملف مكافحة المخدرات، وإشارة وإشادة بالتأكيد إلى الجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة هذا الخطر. وتصريحات أخيرة لوزيرة التضامن دكتورة غادة والي أعلنت فيها عن الكشف عن تعاطي المخدرات ل 396 موظف بجامعة الإسكندرية. حملات الملاحقة مهمة جدا، وفي العلاج والمواجهة الاستباقية، وأن يكون أيضا في قوة ردع لمن يقوم بمثل هذه الممارسات السلبية وغير القانونية. وجهت الوزيرة باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، إلى جانب الكشف عن سائقي حافلات المدارس وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة. الكشف هذه المرة هو في إطار الحملات الصحية، سواء عن فيروس سي والأمراض غير السارية أو كتير من الأمراض لحماية شبابنا والنشء الجديد، وده بيصب في النهاية في الاستثمار في البشر كما ينبغي أن يكون، ودي واحدة من أولويات الدولة المصرية في هذه المرحلة، سواء في العناية بمجالين مهمين جدا، مجال التعليم ومجال الصحة اللي بنخصه بالاهتمام من خلال هذا الخبر، إجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار. ووقفتنا هذه المرة مع الجهد المبذول في محافظة بني سويف. المستشار هاني عبد الجابر بيعطي إشارة البدء لفعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة في هذه المحافظة، وبالتأكيد تعمم التجربة في القريب في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة تنفيذا لتوجيهات الرئاسة. وأكد عبد الجابر أهمية المبادرة اللي بالتأكيد بكل المقاييس بتعتبر رسالة أمل للمواطن المصري، خاصة من يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، مشدد على أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون وتكفيف منابع هذا المرض، فضلا عن المسح الطبي لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى. بالتأكيد ده في سياق الجهود التنموية المختلفة اللي بتقوم بها مصر لتحسين الجوانب الحياتية المختلفة للمواطن المصري ضمن رؤية متكاملة شاملة تسعى الدولة لترجمتها على أرض الواقع، انطلاقا إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين. المرأة بالتأكيد هي محور وعنصر منتج وفاعل جدا في المجتمع، ودوما التطلع لتفعيل دورها في المجتمع بشكل أفضل، ما يصطلح عليه تمكين المرأة المصرية. وده مش بعيد عن الجهود التنموية البشرية في مجال التعليم والصحة وإدماج المرأة في المجتمع بشكل أفضل، وابتدينا بالفعل بنجني الثمار، وحيكون بالتأكيد في تعظيم للاستفادة في الفترة القريبة القادمة بإذن الله. في إطار هذه المشروعات اللي بتولي اهتمام كبير للمرأة، وفد هيئة كير الدولية يزور مشروعات تمكين المرأة في نفس المحافظة في محافظة بني سويف، ورئيس مجلس إدارة جمعية أيادي الخير وليد صالح أيضا أفاد بأن الوفد خلال زيارته اطلع على مشروعات خاصة بتمكين المرأة بالقرية، وتفقد الوفد معرض جمعية أيادي الخير ومشروعات السيدات في بيع الأسماك والبط والخضروات والفاكهة المعبأة. وأوضح أن الوفد اختتم زيارته للمحافظة بتفقد محطة الفرز والتعبئة التابعة لجمعية الشرق للإنتاج والتنمية اللي بتقوم بتصدير إنتاجها من الخضروات والفاكهة إلى دول أوروبا.
خبرنا خبر ثقافي مهم جدا، القراءة والاطلاع، ومهم جدا المنتديات والمعارض اللي بتعرض في هذا الإطار، وتعميق الحافز وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، وتعميق الثقافة دي لدى أجيال الشباب وربما النواة الأولى في المدرسة من فترة الحضانة. النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أعلنت فتح باب التقدم لجوائز اتحاد كتاب مصر لعام 2019-2020 لجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة اللي بتشرف عليها النقابة اعتبارا من الغد وحتى 30 من شهر يونيو القادم. الجوائز تتكون من 3 جوائز بتنطوي بالتأكيد على حافز أدبي في المقام الأول، بالإضافة إلى الحوافز المادية. قيمة كل جائزة 20,000 جنيه على نحو الآتي: جائزة التميز في الشعر، جائزة التميز في القصة والرواية، وجائزة التميز في النقد. كما تشمل الجوائز 6 جوائز سنوية في 3 مجالات أدبية مختلفة، قيمة كل منها 100,000 جنيه، وهي جائزة شعر الفصحى، جائزة شعر العامية، جائزة النقد الأدبي في نقد الشعر، بالإضافة إلى جائزة الرواية في الخيال العلمي وأدب الحرب، ومجالات أخرى من مجالات الأدب. بالتأكيد دي قوة محفزة جدا للدفع قدما بأفاق ثقافية أرحب في مصر. بنترقب حدث شبابي مهم جدا، ثقافي، تنموي، سياسي، اقتصادي، دولي، يعني مختلف المجالات الحياة، من خلال الملتقى الخاص بالشباب العربي والإفريقي اللي هتستضيفه مدينة أسوان، وفعالياته هتستمر على مدار يومين بيبدأوا من يوم الأحد القادم بإذن الله. بالتأكيد الإجراءات والاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقبال الوفود المشاركة في هذا الحدث بالغ الأهمية. أسوان بالفعل تتزين لاستقبال هذا المنتدى العربي والإفريقي، وما فيش مبالغة لو قلنا أنه هو دولي أيضا بكل المقاييس، لأنه هيشكل همزات وصل بين شبابنا في مصر وشبابنا في أنحاء مختلفة من العالم، تعرف على كتير من المشكلات والتطلعات الخاصة بشبابنا المصري والعربي والإفريقي. محافظ أسوان أحمد إبراهيم معالي المحافظ أكد أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال هذا الحدث، وأوضح أيضا أن مسؤولي كافة أجهزة المحافظة يواصلون الليل بالنهار للخروج بهذا الحدث بالشكل المشرف المعتاد، وفي أبهى صورة تليق بمصر وتليق بمدينة أسوان السياحية الجميلة. المحافظ أكد أيضا أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الجمالية في الشوارع والميادين الرئيسية، وخاصة طرق الكورنيش والمطار، وتنفيذ خطة شاملة منذ عدة شهور بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وده بالتأكيد ليه أيضا بعد سياحي إيجابي جدا. ونأمل بإذن الله أن يتوج هذا الحدث بالنجاح مثلما توجد كثير من الأحداث الممثلة في الفترة القريبة الماضية. استعدادات بالتأكيد بيقوم بها أيضا مطار أسوان. وزير الطيران الفريق يونس المصري أكد أن المطار في حالة جاهزية كاملة لاستقبال الزوار وضيوف المشاركين في منتدى الشباب العربي والإفريقي. ومعنا على تليفون للمزيد من المتابعة الدكتور فتحي شمس الدين، الأستاذ بجامعة، أستاذ الإعلام بجامعة بنها. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. كيف تنظر إلى أهمية ودلالات استضافة مصر لحدث شبابي عالمي بامتياز؟ ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، والمحطة هذه المرة أسوان. الدلالات هو بالطبع مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي كان يجب أن يكون لها عدد من الأدوار على مختلف الأصعدة، وجاء ملتقى الشباب العربي الأفريقي لكي يمثل أحد أهم هذه الأنشطة، خاصة وأنه إحدى توصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في مدينة شرم الشيخ. وهذا المنتدى أو الملتقى له أهمية كبيرة، نظرا أن الشباب في المنطقة العربية وأفريقيا بيجمعهم الكثير من الروابط التاريخية وروابط المستقبل أيضا، نظرا لأن الظروف الحالية يجمعهم عدد من التحديات مما يجعل التعاون بينهم ضروريا لتنمية بلادهم. فالشباب العربي والشباب الافريقي يمثلوا القاعده الجماهيريه الاكبر في بلدانهم، فبالتالي هم القادرون على صياغه رؤيه واعده للمستقبل من خلال التكامل ما بين القاره
الإفريقية والعالم العربي، نظرا لأن العالم العربي والقارة الإفريقية يتمتعون بالموارد الطبيعية ويتمتعون بالإمكانيات، وأهم وأكبر إمكانية لديهم هي المورد البشري الشاب. فإذا نظرنا إلى الدول الأوروبية سوف نجد أنهم يعانون من كبر السن، بينما أن المنطقة العربية والإفريقية منطقة شابة وواعدة ولديها الكثير من الإمكانيات التي تستطيع من خلالها صياغة المستقبل. يأتي هذا الملتقى لكي يعبر أو يصبح منصة لتبادل الخبرات ويتيح الفرصة للمشاركة بوجهات النظر والمشاركة في مختلف الموضوعات التي تهم الشباب العربي والشباب الإفريقي، لما يعمل على صياغة مستقبل أفضل تستطيع مصر برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاستها للاتحاد الأفريقي أن تضع ملامح في هذا المستقبل. بالتأكيد نقل الخبرات، التعرف على التجارب، هيكون في مجال أيضا للحديث بشكل أكثر تفصيلا عن ريادة الأعمال، تعرف على الواقع اللي بيعيشه الشباب في مختلف أنحاء سواء المنطقة الإفريقية أو المنطقة العربية، واستثمار زي ما حضرتك تفضلت لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة دكتور فتحي شمس الدين أستاذ الإعلام بجامعة أنها. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، فقرتنا المتنوعة هتتواصل مع حضراتكم لحد 11:30 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله، وهيكون عندنا النهاردة أكثر من وقفة حوارية، وقفتين تحديدا. أول وقفتنا الحوارية على خلفية حادث الطائرة الإثيوبية المأساوي، واللي بالتأكيد أثار كثير من علامات الاستفهام حول سلامة الطيران وحول هذا الطراز من الطائرات، واللي على أساسه بالتأكيد تابعنا أن في دول كتير قامت بإجراءات احترازية على هذه الخلفية، وتساؤلات أيضا كيف يمكن لبوينج أن تواجه هذا التحدي لترميم سرعتها. الحوار الثاني قراءة لتقرير البنك الدولي اللي أكد في أن تكلفة الحروف في الدول العربية تجاوزت 900 مليار دولار منذ عام 2010، دلالات لهذا الرقم وعلاقته أيضا بالتنمية المستدامة سواء سلبا فيما يتعلق بالحروب النظامية أو إيجابيا فيما يتعلق بنجاح الحرب على الإرهاب. نبقى معكم، وزي ما قلنا أول وقفتنا الحوارية هتكون عن الإجراءات الاحترازية ما بعد حادث الطيران هذا، وهيكون بصحبتنا في هذا اللقاء الكابتن حسن كامل عبد المجيد خبير السلامة الجوية. كونوا معنا بعد الفاصل.